ومن هذا المنظور فقد شكلت المباحثات التي جمعتني اليوم بزميلي معالي الوزير فرصة ثمينة لاستعراض السبل الكفيلة بتمكيننا من إعطاء حركية جديدة للعلاقات الجزائرية المجرية، حركية جديدة نريدها أن تواكب جهود التنمية الاقتصادية في بلدينا وأن تستغل ما يتمخض عنها من فرص وإمكانيات للتعاون والشراكة، وحركية جديدة نريدها أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة المحيطة بنا دوليا وإقليميا وما تفرضه من تحديات على مصالحنا الجوهرية واهتماماتنا الوطنية الكبرى. وبتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فإن زيارتي تهدف إلى تأكيد تمسكنا والتزامنا بتوطيد العلاقات التي تربط بين الجزائر والمجر، وإبراز حرصنا وتطلعنا للعمل معا لتوفير عوامل نمو وتطور هذه العلاقات بما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا الصديقين، وبما يسهم في نشر الأمن والاستقرار في فضاءات انتمائنا المضطربة. تكثيف التواصل على مختلف المستويات الرسمية وبين أوساط رجال ونساء الأعمال، وكذا تنشيط مختلف آليات التعاون الثنائي والعمل على الرفع من قيمة المبادلات التجارية والاستثمارات البينية، فضلا عن دعم التعاون الثنائي عبر مشاريع عدة، منها من شرع في تجسيده ومنها من هي في مرحلة التحضير للانطلاق في تنفيذها ومنها ما هو قيد الدراسة. طلعت زميلي معالي الوزير على التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي، وأحطته علما بالجهود التي تبذلها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتغليب منطق الحوار والتفاوض لتشجيع الحلول السلمية للأزمات، لا سيما في كل من النيجر ومالي. وفي ذات السياق تطرقنا كذلك إلى قضية الصحراء الغربية وإلى ضرورة دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر المبعوث الشخصي للأمين العام لإحياء المسار السياسي بغية تمكين طرفي النزاع من الوصول إلى حل عادل ودائم ضمن الشرعية الدولية. شرفني أن نضع علم الجزائر في هذه القاعة، شرفتنا كثيرا بزيارتكم. أقولها بكل صدق، لم يكن هناك أي عمل صعب في اجتماعاتنا، لا نمارس سياسة ذات سيادة وندين ونرفض بالشدة التدخلات الخارجية في سياسة بلدينا. وطبعا ونحن نلتقي هنا في هذه القاعة في هذا اليوم، وفوق كل هذا نتفهم بعضنا من ناحية أننا نواجه تحديات في منطقتنا، ومنطقتكم فيها تحديات كثيرة. كلا الجزائر والمجر تنتميان إلى طابور السلام، كلانا يدعو إلى السلام في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا، لأن خلق السلام هو الطريقة الوحيدة لحماية حياة البشر. إن خلق السلام وشروط خلق السلام اليوم أفضل من غدا، أفضل من بكرة، الأمس كانت أفضل من اليوم،
ولكن اليوم ما زالت فرص السلام أفضل من غدا. نحن سعداء لأن الجزائر تقف إلى جانب الحوار أيضا وملتزمة بتسريع الحوار، ونحن نثق بأن الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن في السنوات القادمة سوف تساعدنا كثيرا وتقدم لنا دعما حتى يمكننا إنهاء هذه الحرب بالطرق الدبلوماسية وبالطرق السلمية. والاتحاد الأوروبي تشتري الغاز من الجزائر التي تعد الدولة الثالثة في توريد الغاز. ماديا نستطيع أن نشتري الغاز من الجزائر إذا ربطناها عن طريق سلوفينيا. طبعا في هذا الصدد حققنا اتفقنا مع وزير الطاقة السلوفيني الذي سيأتي في نهاية أكتوبر حتى يوقع الاتفاقية. في حال تم بناء هذا الانتركونكتور أو هذا الرابط، فعن طريق سلوفينيا سيكون هناك رابط مادي بين نظام الغاز الإيطالي والمجري، حيث إلى الإيطالي يأتي الغاز الجزائري.